تسبع. اطلع اطلع الكاميرا 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 اتنسيو الكاميرا. لا البالو ما جا. السلام عليكم. نهار جديد في الادغال الافريقيه. جو بو انتري صافا تو با بيان لاغاديف سانتيالا. نهار جديد اليوم داخلين لواحد المحميه اللي هي محميه بانديا. غنمشيو غادي نشوفوها ونكتشفوا واش كاين فيها. كاينين هنا جميع انواع الحيوانات اللي ممكن يخطروا على بالك، من السبع، القروضه، الزرافه، الحمار الوحشي، التمساح، جميع انواع الحيوانات موجوده هنا. هاد الريزيرف هادي كاينه حدا واحد الفيلا سميتو بانديا. غندخلو ان شاء الله ونكتشفوا واش كاين هنا. نشوفوا بعدا اول حاجه راه ممكن انك تدخل يعني بالفييكول ديالك، يعني بالطوموبيل ولا الموتور ديالك. نشوفوا بعدا الاثمنه كيفاش دايره ونشوفوا واش نقدروا ندخلوا ولا لا على حسب البودجي ديالنا. ولكن فيها واحد المناظر يعني مع الدخله رائع جدا. دابا هذه هي البلاصه فين الا بغيتي تخلص باش تدخل لداخل. ما كاينين اللي طاريف هنا، باش نوريكم اللي طاريف. السلام عليكم. بونجور. هادو لي طاريف اللي كاينين بالنسبه لواحد كبير 12000 صفه، اللي هي تقريبا واحد 200 درهم. بالنسبه للدراري الصغار 7000، تقريبا واحد 110 ولا 120 درهم. وهنا القيد 6500 تقريبا شي 110 درهم ولا 105 بحال هكاك. وهنا الا بغيتي تاخذ الكات كات 40000 ولا الكاميون 60000. 60000 صفه، 60000 صفه هي شي 500 درهم بحال هكاك. شوفوا دابا البلان كيفاش داير. بالنسبه للدخول للمحميه ما نقدروش ندخلوا بالموتور، ضروري خاصك تسنى شي جروب. السلام عليكم. السلام. صافا تو بيان؟ الحمد لله على عربيه شي شويه. تبارك الله عليك، الله يحفظك. بالنسبه للمحميه ما نقدروش ندخلوا بالموتور لانه قال لك شي شويه خطر، لكن هي شي حيوانات اللي خطيره. ولا كنتي غادي بالموتور كاين مشكل فيها، لانني فاش زدت من هذا الباساج هذا تيدوز من قدامك القروضه، وما بالك يعني لداخل يعني غادي تلقى حيوانات يعني اللي ممكن تكون مفترسه، الفياله والى غير ذلك. داكشي علاش خاصني نتسنى دابا شي جروب باش نجمع معاهم ونشدو طوموبيل وندخلوا للداخل ان شاء الله، على اساس انكم نقسموا لي طاريف. شوفوا البلان كيفاش داير. هنا فين تيعيشو التماسيح. ما تيبانو ليكم هاهما هاهما. هنا راه واحد راه يلاه طلع راسو. كاينين هنا وكاينين على طول هاد الواد هذا كامل. وهنا شوف انواع، جميع انواع الطيور اللي ممكن تخطر لك على بال كاينة هنا. سمع الاصوات ديالهم كيفاش دايرة. المهم كنت بين ندخل لهاد الريزيرف هذا، يلاه كنا بنا نشدو بنا نشدو الطونوبيل وبنا نتحركو. وانا نسول هذاك اللي تيقطع التيكيت، قلت ليه واش كاينين سبوع هنا، قال لي لا راه ما كاينينش هنا، راه كاينين في واحد البلاصه اخرى يعني عازلين، هما دايرينهمش مجموعين مع هاد الحيوانات هادو. وانا تيبان ليا مشي لتماك هو الاول احسن، يعني تماك تشد طوموبيل وتمشي ليه احسن انك تدوز. يعني هنا هنا كاينين حيوانات، كاينين بزاف د الحيوانات، كاينين الفياله، التماسيح راه شفناهم، كاينين الزرافه، يعني جميع انواع الحيوانات. ولكن السبوع ما كاينش، حنا بغينا نشوفوا السبع. تحركوا دابا ان شاء الله. هو راه صراحه طلع فيها من يدير زوين، تلفات عليا الطريق في راسك. ماشي من هنا دخلت، والله ما من هنا، عندك غير تنزلقوا داخلين وسط شي محميه ولا شي حاجه. والله الا تلفات عليا الطريق، ولكن في الغالب غادي تكون هي هادي. ماشي من هنا، جيت من بلاصه اخرى. هما البلاصه فين كاينين التماسيح، شتيها شتيها. هي في راسك واحد القضيه، راه هاد البلاصه اللي دير النهار راه خطر، حيت ها هو هذاك البلاصه فين كاينين التماسيح. ها هو الواد، راه هما القروضه، راه هما لديك الجهه.
من طرف احضان الادغال الافريقيه. هذا الرد البال اللي تم خارج ديك شي مساح، حتى راه ما بان لي ما جرينا عليه لا بارير لا والو. داك الواد اللي شت من ليه دابا انا زقلت الطريق، شي ماشي من لهنا، ماشي من لهنا، ماشي من لهنا جيت، ماشي من لهنا جيت والله، ماشي من لهنا والله، ما من لهنا. دابا راني وسط الغابه، خصني نشوف شي بلاصه باش نخرج فيها على هادشي. احنا ولينا لقينا هاد الناس هادو، غادي نمشيو معاهم ان شاء الله. المهم خلصت 30 ميل بحال قلتي شي 500 درهم. ها هي الطوموبيل اللي غادي نمشيو فيها، هاد الطوموبيل البيضاء. هو واحد القضيه اسبوعه، مره تيطلعوا فوق منها، مره ما تيطلعوش فوق منها، على حسب، لانهم ما مدريسينش على انهم يطلعوا. نتمنوا الخير. قلت يقول لك واحد القضيه بالنسبه الى جيتي لهنا، ما خصكش تخرج يجيك بحال هكا، لان ممكن تعرض راسك للخطر. هيا بينا لنرى الاسود. البيان تاع مامون جاي. صافي بليزير. صافي بليزير بوتيت اوزوت. او لوي سي صا. احنا دخلنا وسط الطوموبيل. ها هي، ها هو السيد اللي غادي معانا. هنا راه مسدود، فريمون مسدود كامل، لان هاد السبوعة اللي كاينين هنا راه ما مدريسينش، يعني تيعيشوا في الغابة، يعني ماشي ديك القضية نتاع انهم تيدريسيهم، تقدر انك تجي تقرب ليهم، يعني الا خرجتي يريديك راه يقدروا ياكلوا هذيك، ولا الا كانت الباب محلول ولا شي حاجة راه صعيبة وقاصحة بزاف القضية. حنا نتحركوا ان شاء الله واحد شوية، وراه هزوا معاهم اللحم، راه هي شفتوها راه هي تماك، راه دايرة على الحبان. هذيك اللحم تيديروها باش اشي اتيري والسبوعة، باش انهم يجيو جهة الطوموبيل، باش انه تكون عندك واحد الفيو اللي رائع. يلا نبداو على بركة الله. يا بسم الله، بسم الله على بركة الله لرؤية الأسود. أسبوع أسبوع. راه دايرين هنا واحد الكاج، يعني هاد البلاصة هادي اللي حنا تنقعدو فيها، ردوا البال راه دايرين واحد الكاج، يعني ما تقدرش أن أسبوعين يجيو يدخلوا لهاد البلاصة هادي. كاين الباب الأول وهذا الباب الثاني. شوف مع دخلات الباب الثاني، ها هما واحد اللابوءه مع واحد السبع تيتسناونا. تيتحل الباب بشويه اوتوماتيك، حتى هنا ما يمكنش صاحبي يكون باب يهبط هذا يحل، الا هبط الله يرحمه. هو عنده الشيا، هي عنده تيليكوموند في الشيا، تيحل بها وتيسد. واحدة وطلعة. واحد سبع. اطلع. شو تيشم هذيك اللحم اللي كاينة. طالع معانا هو تيشوف فيا، ولكن مركزي مع هذيك اللي لتحت. اي اجينا اجين اش. سبع قريب لينا، على بعد اقل من اوف. هو مشى لحلي، هو مشى هبط في حالاته. هبط اوف اوف. طلع بغى ياكل فوق من طوموبيل. شوف كيف ناعس. عندنا الزهر من يطلع. والله الا عندنا الزهر. قالت لي هذيك امي يقدر يطلع يقدر ما يطلعش. شوف كي تنغزو باش يخرج. Les gars, vous pouvez approcher. Hein? Vous pouvez approcher.
مية. احنا مع اسبوع ورايا تياكل. برافو. شوف 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 هادي سميتها مية. شوف كيف بدات تاكل. بدات لها داك العظم. ما جو اسبوع. هاد لو بلون يل سابيل كومون؟ سي جي ار. جي ار اي لوتر كيريكو. كيريكو كيريكو هذا سميتو كيريكو. هذا اللي واقف وهذاك اللي قاعد جي ار. افريمو كبير بزاف. عرفتي فاش تقرب ليه كبير 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 كبير. غير هو هذا تيبان بحال مريض. هذا اللي قاعد انا ماشي بحال الاخرين. هذا الشيء اللي لاحظوا. لا شبعان بدا في الجوج. شوف فين قاعد. حنا قراب ليه فريمو قراب ليه بزاف. هاو شوف سنانو قداش. ايه ما لقاش ليا شي دخله. شوف النياب ديالو فريمون كبير. شوف 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 شوف. تسمع يلا غوت غوت. سمعنا هذاك الصوت ديالك اخويا سبحان الله. تي عنده واحد الهيبه سبحان الله العظيم. شوف 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 قداش الحجم ديالو. فريمون كبير. فريمون كبير كبير. طالعين فوق الطوموبيل ممسوقين. المهم كاين الماكله. كاين دوت خويا نو اليا دوت خويا اليا سول مون 3 اليا دوت دو زوت لا بايا 5 5. يلا يا بطاط مشات. يلا هذا تا هو بيهبط. توت 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 توت. بعد ما شفنا هادوك دابا غادي نمشيو نشوفو وحدين اخرين كاينين هنا. قال لك هنا كاينين ثلاثه وهنا كاينين شي خمسه اخرين. ما عرفتش هادشي اللي قال. هادشي اللي فهمت من الكلام ديالو. راه ما في الناس راه ما سبع ولا بؤه. واو 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 شو كيدير سبحان الله. شو هذا اكبر هذا كبير بزاف. ما بغاوش ياكلوا هادو شبعاني. واو كبير هذا كبير. الى كي لاج سو ما سيبا لي سابيل كيمبو 7 ans. هذا سميتو كيمبو عنده 7 سنين. ها تيبان نيت كبير 20. دونك سي لا تروف لي كونديسيون il peut vivre jusqu'à 20 ans. دونك الا كان بحال هكا فشي ريزيرف ولا شي حاجه كنمشي محميه تعيش ما بين 20 حتى 25 سنه. ولكن الا كان في الغابه 10 سنين 15 سنه وتيموت. جيمبو 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 جيمبو. Allez, monte. Monte, Jimbo. Voilà, calme. Calme, il est là. Ah, what la? هاد البنيه مسكينه عجبها كيفاش ياكل. قالت لك راه سبع حقيقي هذا ماشي بحال داكشي اللي تشوف في التلفازه. شوف 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 السبع هو تياكل. احنا بدنا نتفرجوا فيه. الانجل على الماي بروبليم يا بويا خارك لين كاي ديفاريف انجاغو انجاغو بورتابل اي دون
لكل شوف 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 كيفاش ياكل او احنا قراب لي فريمو شوف 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 غات انا اكسكيوزي مو او شوف 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 اسنانو قداش شوف 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 اهو شي 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 واو واو شوف فيه واحد شوف انت عط الغدر رساني من هذوك من بالي انا في البلان واو صراحة طلعت تجربة واهرة راه ماشي بحال فاش تشوفوا في التلفازة فاش تشوفوا وقت تكون قريب ليه بزاف او واحد الهيبة راه ميمكنش بغا يهبط اوب يلا ديسون الله بوت Dis-moi monsieur pour la nourriture est-ce que chaque combien de repas par jour pour les lions Combien 14 kilos par jour. Ah, mais les repas, ils sont un seul repas ou bien plusieurs repas? Plusieurs repas. Plusieurs repas. Ah. Galik, le de la بحال هكا دابا فاش تيدخلوا هكا يعني السياح يعني تيعطيو عادي الا كاع ما جاو لا سياح لا والو يعني تيعطيو هذاك الكونتيتي تيعطيو عليه مفرقه ما يمكنش انهم يعطيو عليه مفرقه دابا حنا غادي نخرجوا صراحه الله تجربه زوينه بزاف عشناها في هاد المحميه هادي هادي فاش تشوف سبع حداك راه ماشي بحال فاش يكون يعني بعيد عليك ولا تشوفو في التلفازة راه واحد الشعور اللي مختلف ورائع بزاف وهذا هو السيد اللي درنا معاه هاد لا فيزيت هادي صراحة طلع يعني دورنا مزيان وشفت من عندي الكاميرا وقرب بزاف يعني جيت سبع خويا مودي امو بور لي ماروكان بون فيني فيزيتي لو رانش دي ليون ici à Banja au Sénégal ان شاء الله وي ان تو كاس سيت ان C'est un bel endroit okay, pour visiter une fois pas dans la vie. Merci, c'est magnifique. C'est quelque chose de très important. Inch'Allah, okay, Inch'Allah. Merci bien. Jaraji Fouay, grandi. صراحة طلعت تجربة زوينة بزاف. وبهذا تكون انتهت الرحلة ديالنا في هذه المحمية شفنا أسبوعا. صراحة طلع هي واحد التجربة اللي رائعة ضروري أن الإنسان يديرها ولو مرة واحدة في حياته لأنه فاش تشوف السبع عن قرب ماشي بحال يعني فاش يكون بعيد عليك. كنت نتمنى انني ندخل حتى لهذه المحميه هذه ولكن في هذه المحميه هذه شفت فيها التماسيح شفت النعامه والقروضه الله يجعل البركه الميزانيه ديالتنا ما تسمحش اننا ندخلوا لهذه وحده فيهم كان عندي الاختيار يا اما نختار نمشي نشوف السبوعه ولا نختار الجهه الاخرى ولكن هذه التجربه هذه افضل بزاف تاع الناس قالوا لي تلاقيت معهم قالوا لي بان التجربه تاع الاسود افضل من انك تدخل هنا هذه هي الحياه ما يمكنش انك تاخذ جميع الامور دابا شدوا الطريق ونكملوا الرحلة ديالنا